السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نبدأ إن شاء الله من حيث أنهينا المحاضرة السابقة. شفنا بدأنا بالأناليسيس، قلنا with جي كيف الإفلوبس، شفنا بالنسبة للأناليسيس with دي في الإفلوبس والأناليسيس with جي كيف الإفلوبس. حكينا طبعا عن هذا التابل، كان انه في هنا هذا قلنا this not part of the H state table، وهذا قلنا ايش هو الستيت دايجرام. اوكي، لما نفرجيكم شغله ثانيه هنا كيف ابني. اوكي، هاي السيركت اللي قدامنا هون. اوكي، لاحظ عليها شغله مهمه هنا، this is 2 to 1 multiplexer، 2 to 1 line ايش multiplexer. اوكي، بعد المعلومات اللي اخذناها عن جي كي فليب فلوب، الان صار عندنا معلومات عن الجي كي فليب فلوب. زال العدد 10. What does this picture implies to you؟ لاحظ احنا قلنا هذا ايش 2 to 1 line multiplexer، مزبوط؟ يعني في عندي دي فليب فلوب، دي فليب فلوب. اوكي، الان لو قلت لك اعمل لي characteristic table او equation لهذا الحكي، اوكي، كيف ممكن نيجي نقول تالي؟ اوكي، لان لاحظ الكيو هنا عباره عن select line، عباره عن ايش؟ عباره عن select line. اوكي، الان يعني لما الكيو تكون زيرو شو بتختار؟ راح تختار لي ايش؟ تختار لي الاي. اوكي، تختار الاي. الان اخترنا الاي، لاحظ، فاذا كان الاي زيرو طبعا بده يجي على وين؟ بده يجي على الواي، على بيجي على الدي، والكيو هم تكون زيرو، مضبوط ولا لا؟ اوكي، الان لما تكون الكيو 1 تو سيلكت ايش؟ تو سيلكت بي. اوكي، الان فاذا الواي عباره عن ايش؟ شو هي بتعطيني؟ لاحظ لما يكون الكيو قلنا زيرو بختار لي اي. لاحظ كيو زيرو يعني كيو برايم، كيف بنمثلها؟ بنقول كيو برايم، مزبوط؟ هيك قلنا، اختار اي، اذا بنقول دي اللي هي الواي نفس الشيء، الواي اور دي نفس الشيء، ما بتساوي الاي. لاحظ لما تكون كيو زيرو كيو برايم، لما كيو تكون 1 قلنا بنمثلها بالكيو بدون برايم. اوكي، تختار ايش؟ البي. طبعا لاحظ البي بس هون شو صار هنا؟ بي برايم بصير، مزبوط؟ اذا بختار البي برايم. اذا بنقول ايش؟ اور اللي هي البي لازم هاي بي، طبعا بي برايم كيو. بي برايم كيو. اوكي؟ ذس بي برايم كيو. اوكي؟ الان وات داز ذس انديكيت فور يو؟ ذس از اي وذس از بي. اي كيو برايم اور بي برايم كيو. باي ذا واي ذس از ذا كاركترستيك equation for the JK flip flop. This is a characteristic equation for the JK flip flop. في السيركت هاي عبارة عن، لاحظ كيف ابني انا JK flip flop باستخدام D flip flop، باستخدام ايش؟ 2 to 1 2 to 1 line multiplexers. شوف كيف شغلة بسيطة جدا. اوكي، الآن في شغلة ثانية بتنطبق كمان مش بس على الجيكي، على الفليب فلوبس الثانيين. اوكي، نشوف هنا الآن لاحظ الكاركترستيك تيبل للفليب فلوب جيكي وشنها شكلها. اوكي، باي ذا واي هذا بنقول عنه كومبريست كاركترستيك تيبل، يعني لأنه لاحظ الكيو ممكن تكون 0 تكون 1، الكيو ممكن تكون 0 ايش تكون 1، يعني هذا الأربعة روز هنا هو يمثل حقيقة ثمانية روز، لأنه في عندي 3 فاريبلز بريزنت ستيت والجي والكي الانبوتس. فهنا طبعا لاحظ هاي بصير عندنا هنا، فهذا عباره عن جي كي، يعني دي بتساوي بدل اي بنحط جي وبدل بي بنحط كي، بصير بتساوي جي كيو برايم اور كي برايم كيو، فصاروا عباره عن ايش؟ هذا جي كي، يعني لو حاطين هنا بلاك حاطين داخل مربع بنقول عنه هذا عباره عن ايش؟ بصير جي كي فليب فلوب، استخدام ايش فقط؟ دي مع تو تو اون لاين مالتيبلكسر. شوف كيف؟ استخدام المالتيبلكسر فور ذيس بيربوس. اوكي، الان نرجع لهون، احنا قلنا ايش هذا؟ عباره عن، لاحظ انه كل رو من هذول بمثل اثنين من هون،
مثلا على سبيل المثال لما تكون جي كي 00، لاحظ جي كي 00 هون وهون، ايش غيرهم؟ شو اعطاني؟ كيو تي، يعني لما تكون كيو 0 بتعطيني 0، لما تكون 1 بتعطيني ايش؟ 1. هاي المقصود فيها، هذا المقصود فيها. هاي بنسميه اكسباندد، هنا انا انسميته طبعا بنسميه اكسباندد كاركترستيك تيبل. هنا الكومبريست انه كل ثنتين هذول، لاحظ 0 0 0 0 حطيتهم 0 0 واحدة، قلت انه ايش؟ نكس ستيت نفسها بريزنت ستيت. اوكي، والنكس ستيت نفسها ايش؟ بريزنت ستيت. لا لما يكون الجي 0 والكي 1، لاحظ الجي 0 والكي 1، الجي 0 والكي 1 ها، فشو قلنا عنه؟ تو بي ريست ستيت، يعني كليهما شو بيعطيني؟ نكس ستيت 0 0. شوف كيف؟ فمثلتهم بدل ما امثلهم 2 عملتهم ايش؟ بقول 0 1 بيعطيني 0، سميته ايش انا؟ الريست ستيت. اذا هذا الاكسباندد وهذا ايش؟ وانا كومبريست، يعني مختصر لهذا. اوكي، ولما تكون طبعا وانا 1 0، لاحظ ال J1 وال K0 تول بي ست ستيت طبعا، 1 0 1 0، هاي ال 1 0، فالنكست ستيت بتكون ايش؟ 1، بغض النظر عن ايش طبعا؟ عن البريزنت ستيت، بغض النظر عن قيمة ايش؟ البريزنت ستيت، سواء كانت 1 ولا سواء كانت ايش؟ ولا سواء كانت 0. لما يكون 1 1 طبعا بعمل ايش؟ بعطيني الكومبلمنت. لما تكون 0 بريزنت ستيت بعطيني نكست ستيت 1، لما تكون بريزنت ستيت 1 بعطيني ايش؟ نكست ستيت 0. الان لاحظ في شغله هنا بدي اياك بس شوف. افرض اجيت انا حطيت عملت النكست ستيت تيبل، يعني استخدمت الكي ماب عشان نكست ستيت ايكويشن، وين عندي ال 1s هنا؟ في 0 0 1، لاحظ 0 هاي 0 ها 0 1، هاي عندي 1. اوكي، في عندي واحد ثاني وين؟ في ال 1 0 0 ال J1 وال KQH 0 0، هذا ال 1 هون جاي. اوكي، والثالث اللي هو ال 1 0 1 ها، لاحظ 1 0 1 هذا، والاخير اللي هو ال 1 1 0، وعندي 1 1 0. إذن هذا ايش هي؟ وانا نكست ستيت عملت لها تروث، عملت لها كي ماب، كي ماب من تروث تيبل. طيب الزيروز هذول شو بيمثلوا؟ الزيروز ماذا يمثلوا؟ مين يقدر يقول لي؟ آه شو بيمثلوا الكيوز هذول الزيروز؟ يلا اكيد تعرفوا. مثلوا كيو برايم تي بلس 1، الكومبلمنت لايش؟ للنكست ستيت. مثل الكومبلمنت للنكست ستيت. اذا مثل الكومبلمنت للنكست ستيت، الان مين بقرا لي اياهم؟ شو بيساوي؟ كيف بقراهم؟ بدي اخذ هذا محاضر، كيف بقراهم؟ هاي بالنسبه للكومبلمنت، لاحظ اوف ذا نكست ستيت كويجن، شو بيساوي؟ كيف بنقراهم يا جماعه؟ بعدين ها جي برايم، لاحظ هذا وهذا ها، شو كومن فيه؟ الجي زيرو، مزبوط، نقول عنه جي برايم. كمان الـ Q إيش؟ 0. إذا شو بنقول؟ J برايم Q برايم. كيف لو نعمل امتحان ثاني؟ J برايم و K إيش؟ و Q برايم، لأنه الـ J 0 والـ Q 0 0. هذا إيش هذا؟ هذول شو بنقول عنهم؟ لاحظ اختلفوا في الجي، الجي بتروح. إذا شو بدل نقراهم إيش؟ K Q. إذا بنقول Q برايم، إذا هذا بنقول عنه الـ Q برايم T plus 1 بيساوي J prime Q prime ها or K Q من الـ K map. إذا تعلمنا هون شغلات جديدة كي بالنسبة لـ J K flip flop. الآن بالنسبة لـ T flip flop، أنا لازم تي فليب فلوب، لاحظ في عنا سيركت. اوكي، طبعا من السيركت هاي نطلع نكست ستيت كويجن للتي فليب فلوب. اوكي، اللي قلنا تتذكروا المحاضرة الماضية قلنا عبارة عن تي اكسلوسيف اور كيو، اوكي، وتساوي تي برايم كيو اور تي كيو برايم. اوكي، الآن
قيمة تي واضحة شو بتساوي؟ عبارة عن X and مع إيش؟ مع B. إذا تي A بيساوي B X. لأن تي B فقط إيش؟ إلى input X. والأوتبوت Y عبارة عن الـ A، هذا الأوتبوت Y عبارة عن الـ A إيش؟ B. يعني بتعتمد على إيش؟ فقط الأوتبوت بتعتمد على الـ present state. فهذا معناته إنه إيش هنا؟ هنشوف في شيء له اسم بيقول عنها مور موديل. مور موديل كمان شوي ان شاء الله هنشوفه كمان شوي. اوكي، اذا النكست ستيت ايكويشن نعوض محل للاي وللبي، نعوض لاحظ هون نعوض محل التي اي تي للتي اي اللي شو تساوي تي قلنا بي اكس، اذا عوضنا البي اكس حط لاحظ البي اكس. اوكي، ف A B مش B X prime T prime B X prime ended مع إيش؟ مع Q اللي هي A طبعاً عندنا. أوكي، طلعنا هال A و or مع إيش ال or تاعها؟ مع إيش؟ مع مع ال Q. أوكي، طبعاً T Q prime. أوكي، طبعاً exclusive لا طبعا اندد مع الكيو اور مع التي مع ليش الكيو برايم. التي طلعناها كمان لليش قلنا بنعوض عنها بي اكس، الكيو برايم اللي هي ايش؟ اي برايم. لا بنحل بنعوض هون عباره عن ايش هاي؟ ها لاحظ اي طلعنا اي بي برايم اور اي اكس برايم اور اي برايم بي اكس. اوكي، بيطلع لنا ايش هنا بالنسبه للنكست ستيت لل اي فليب فلوب. اوكي، بالنسبه للاي فليب فلوب. لا بالنسبه للبي فليب فلوب بنعوض نفس الشيء بالاعاده لهاية. اوكي، بنعوض محل تي بي اللي قلنا اكس بيعطيني اكس برايم، لاحظ اكس برايم كيو اور اكس كيو برايم اللي اكس اور اللي ايش؟ عباره عن اكس اور ولا لا؟ اكس اور. اذا بتعطيني اذا البي بتعطيني ايش هنا اللي هي اكس اكس اور ايش؟ اكس اور بي. الان بقدر اعمل ايش؟ الستيت تيبل بكل سهوله. اوكي، based on the information اللي موجودة معنا بنعرفها احنا من ايش؟ من characteristic table. اوكي، الان لاحظ هلا. اوكي، لما تكون الـ A0 والـ B0 اوكي والـ X0 اوكي، بدي اطلع شو انا؟ بدي اطلع الـ TA ها، بدي اطلع ايش؟ الـ TB مشان اعرف شو الـ next state للـ A والـ next state للـ B. اوكي، الان لاحظ شو الـ TA بيساوي؟ قدامنا BX. اوكي، الـ B شو عندي هنا؟ 0 والـ X 0. إذن 0 عن 0 إيش؟ 0. إحنا قلنا بالكاركتر ستيبل إذا كان T 0 النكست ستيت نفسها بتكون إيش؟ present state. فقط قلنا it will toggle مشان هيك سميناها toggle switch أو toggle flip flop، سميناها toggle مشان هيك لأنه إيش؟ فقط هي الستيت لما تكون إيش؟ تكون T 1. أوكي؟ نيجي نفس الشيء بالنسبة ل بدي احسب قيمة النكست ستيت للبي. اوكي، من وين طبعا ناخذها؟ بدي احسب التي. اوكي، لاحظ بدي احسب انا عبارة عن ايش هي النكست ستيت؟ طبعا اكس اكس اور بي. كمان بدي اخذها من هون طبعا اكس اكس اور بي النكست ستيت طوالي. اوكي، طبعا لاحظ لما تكون متشابهات شو بيعطيني؟ بيعطيني زيرو. اوكي، تعطيني زيرو. في شغله هيك سهله باي ذا وي ممكن بدي اعبي التيبل انا بنعلمكم اياها تكنيك. لاحظ باجي بشوف مثلا بدي انا اعبي نكست ستيت للاي ها نكست ستيت للاي ها، باجي بروح ايش بقول؟ باخذ بقول وين الاي بتساوي 1 والبي بتساوي 0 ها، وين الاي بتساوي 1 والبي بتساوي 0 شو بحط مقابلها؟ بحط 1. الاي 1 والبي 0 شو بحط قدامها مقابلها هنا؟ بحط 1 اور، لان في اور او ال A1 وال X ايش؟ 0. لاحظ ال A1 وال X 0. اوكي، باجي بقول وين ال A1 وال X 0؟ هذا A1 وال X 0 موجود اصلا. اوكي، وين في هاي X1 وال B وال X 0؟ ال A1 وال X 0 حط 1. باجي على الحاله الاخيره وين اي رو لاحظ فيه ال A0 وال B1 وال X1 شو بحط فيه كمان؟ بحط فيه 1 بعبيهم طوالي، والباقي شو بضل بحطهم ايش؟ زيروز. اوكي، لما بالنسبه للبي نكست ستيت للبي
شغله سهله الاكس اور. اوكي باخذ الاكس اور للاكس والبي طبعا لحظه ما تشابهوا ها لما تشابهوا يعطيني 0 اختلفوا شو بيعطيني 1 اختلفوا يعطيني 1 تشابهوا شو بيعطيني 0 شكل الاكس اور شغله سهله يعني ستريت فورورد. فالعمليه عمليه عمل يعني الستيت تيبل فيري ايزي. الان بالنسبه للاوتبوت اوكي شو الاوتبوت قلنا بيساوي اللي اي بي ففقط لما يكون الاي 1 والبي 1 بيعطوني 1 والبقيه شو بيعطوني كلهم ايش زيرو بس الان تاعهم اوكي يعني ستريت فورورد. العمليه التحويل الستيت تيبل للستيت دياجرام قلنا عمليه سهله ما فيها شيء. في عندنا اربعة تو فري بلس اربعة ستيت. لما يكون عندنا ثلاثة في الفلوس بكون عندنا ايش؟ اب تو 8 ستيتس. لاحظ اب تو ها لما يكون ثلاثة في الفلوس اب تو 8 ستيتس. اوكي سو معناته شو تو ستيتس سو تو فري فلوس 0 0 0 1 1 0 1 1. اوكي ده في اي سؤال؟ في اي سؤال؟ الامور تمام ان شاء الله يعني؟ اوكي الآن لاحظ بما أنه الـ output Y هنا معتمد فقط على إيش؟ على الـ A وعلى الـ B. أوكي؟ في الـ state 0 لما كانت الـ X 0 شو أعطتني الـ output 0؟ وين حطيته؟ حطيته داخل الـ state. يعني قلت 0 0 على 0. أوكي؟ نقول 0 0 خلينا زمان سكيب هيك اوكي نقول هون ايش تكست هو ده اجيب تكست طبعا اوكي المهم يعني هون الحين نحكي عنه كمان شوي لانه الان بالصيد اللي بعده ان شاء الله انه بما انه الاوتبوت فقط معتمد على الستيت احنا مش على الانبوت فبنحط الاوتبوت داخل ايش داخل الستيت. هذا النوع من المشين بنسميه مور مشين. في اوتبوت ثاني شفناه في السابق انه الاوت كان يعتمد كمان على الانبوت بالاضافه للستيت كمان على الانبوت فبنسميه ايش ميلي ماشين. فلاحظ هذا الترانزيشن فالاوتبوت هنا مع الستيت هنا يكون الاوت مع الترانزيشن. اوكي وهذا بيقودنا لموضوع ثاني اللي هو عندنا تو موديلز. في عندنا تو موديلز اللي هو المور اند ميلي موديلز. في عندنا مور اند ايش ميلي ماشينز فاينايت ستيت ماشينز باي ذا واي هذول فاينايت ستيت ماشينز. اوكي both are common يعني اوكي okay. are more general خلينا نقول types of machines. فاحنا نعرف من الشرح السابق انه بشكل عام انه we have دائما we have inputs we have outputs we have internal states يعني memory elements. اوكي okay. we have inputs we have outputs we have ايش هنا state registers memory elements. اوكي okay. في next state في combinational logic. اوكي okay. لاحظ الفرق لاحظ الفرق بيناتهم فالاوتبوت بالميلي كمان معتمد على ايش؟ على الانبوت بالاضافه على ايش؟ الستيت. بينما بالمور ماشين فقط الاوتبوت جاي من وين معتمد على ايش؟ على الميموري ما في مباشره من هون لهون هذا اختلاف. اوكي okay. اذا وي هاف تو موديلز زي ما احنا شايفين هون بالسلايد هاي اوكي which is general actually زي ما احنا شايفين الفرق بيناتهم حكينا اللي هو انه الاوتبوت في الميلي معتمد على الانبوتس والبريزنت ستيت بينما بالمور فقط بيعتمد على البريزنت ستيت اونلي فايتس فانكشن اوف ذا بريزنت ستيت. اوكي طبعا هذا الحكي حكيناه عن المور والمولي موديل. اوكي حكيناه الان في عندنا هنا examples لاحظ على الميلي موديل بشوف كيف انه next state الميلي تعتمد كمان على ايش؟ على الانبوت بالاضافه لايش؟ للبريزنت ستيت next state. مشان هيك حطينا الاوتبوت كمان الاوتبوت حطيناه على مع الترانزيشن باي ذا واي هذا الانتقال من هون بنسميه ترانزيشن. لاحظ on state 0 0 on input 0 بيعطينا output 0 نقول هكذا. اوكي
on input state 0 على out على input 1 يعطيني ايش الاوتبوت بودين على state 0 1 يعطيني الاوتبوت ايش اللي هو 0 اوكي فين اوتبوت 0 اوكي اذا هذا الميلي موديل فالاوتبوت اذا لاحظ فانكشن present state and the input بالمور موديل لا فقط ايش it is a function جاي زي ما شفنا في المثال السابق output is a function of each input and it's a function of only the present state and has nothing to do with this with the external input عشان هيك ما حطينا output مع the trans حطينا مع ايش the present state only الآن في فروق بسيطة هنا المور موديل بقول لك the output of the sequential circuits المور موديل are synchronized with the clock ليش طبعا السبب بقول لك because they depend on only flip flop outputs تعتمد على flip flop ايش outputs which are synchronized with the clock لأن الـ outputs دائما synchronized with ايش with the clock okay مع flip flop في المور في الميلي موديل الـ outputs may change if the input change during the clock cycle إذا فيش عملية synchronization therefore the outputs may have false values بقول لك during that change لما يتغير ممكن إيش يصير قيم غير حقيقية okay فsynchronization طبعا في الحالة هاي is needed between input and the clock لاحظ من نعمل synchronization مشان إيش مشان تأثير الكلوك تأثير الكلوك فقط يكون على هذا الانبوت مش على إيش على الانبوت الثانية عشان ما يعطي النتيجة الصحيحة فنلاحظ في حالة الميل إذن we need to have synchronization ما بين الانبوت وإيش والكلوك مشان إيش يكون التأثير للانبوت اللي إحنا بدنا إياه ها مش لانبوت ثاني أوكي انسى هذا الحكي طبعا الآن موضوع ثاني موضوع مهم إنه اللي هو الستيت ريدكشن أند ستيت أسامت بنروح على ديزاين الآن بنروح على إيش على الديزاين في معلومات مهمة الواحد بده يعرفها لازم الآن بدي أنا أصمم سيكونشال سيركت أوكي لابد من إيش إني أحاول أقلل من الكومباينيشنال لوجيك أقلل من الكومبلكسيتي أوف ذا سيركت نعمل سيركت بأقل تكاليف أوكي أوكي فبنحاول نقلل إيش نعمل ستيت ريدكشن أكيد ممكن أخذتوا هذا بالثيوري أوف كومبيتيشن الستيت ريدكشن أوف ستيتس الإيكوفالنت كلاسيس إيكوفالنت ستيتس نقول عن تو ستيتس رحين نعرف طبعا هذا التعريف انه we say that كيف انه two states are equivalent ففي الحالة هاي بقدر استدل لهم one state ما في داعي انه ايش اخليهم two states اوكي فالstate reduction اوكي هي في هاي it is the process of reduction لاحظ of the number of states in attempt في محاولة انه ايش نقلل عدد الفليب فلوبس in the sequential circuit إذا while keeping لاحظ الاكسترنال output input output requirement unchanged دائما الاكسترنال input output relation ما لا unchanged إذا بنحاول نقلل عدد الستيتس على أمل إنه نقلل عدد الفلوبس السؤال بيطرح نفسه هل دائما إنه ممكن مع التقليل عدد الستيتس ممكن نقلل عدد الفليب فلوبس حدا بيقدر يجاوبني شو رأيكم هل إنه دائما إذا قللنا عدد الستيتس نقلل عدد الفليب فلوبس ها طيب قبل هيك ماشي ماشي قبل هيك كم ستيت عندنا هنا هدوا لي ها 1 2 3 4 5 6 7 مزبوط طيب السبعه دول كم فليب فلوب بدهم مشان امثلهم قديش بدهم شو رايكم يلا هل بقدر امثلهم 2 فليب فلوبس ها بقدر ما لنا يا جماعه 24 طالب ما حدا بيقدر يجاوبني شو رايكم لا 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 هيك ما بقدر امثلهم 2 فليب فلوبس فقط بقدر امثلهم ايش 3 فليب فلوبس طيب 3 فلوس بقدر امثل فيهم لغايه 8 ستيتس ماشي بس انا عندي سبعه ما في مشكله طيب افرض قلت لك انا نقصت هذول السبعه لخمس ستيتس هل بقدر امثل خمس ستيتس 2 فلوبس
لا كمان ما بقدرش. لاحظ قللت عدد الستيس انا من 7 مثلا ل 5، بس عدد الفلوس ظل نفسه 3، يعني ما قللت عدد الفلوس. يعني مش دائما انه كل الستيت ريدكشنز بكون قلل عدد الفلوس، فقط اذا قللت عدد الستيتس. طبعا كانوا لباور اوف 2، يعني كان هنا بدي انا 3 مثلا انبوتس 3 فليب فلوبس 2 تو ذا 3، فقط اذا قللت عددهم لاربعه 2 تو ذا 2 هذه الساعه بقول ايش بقدر ايش اقلل عدد الفليب فلوبس. اوكي اذا محاوله، لانه دائما في احنا بنعرف انه فور اذا كان عندي ام فليب فلوبس بقدر انا يكون عندي ايش لغايه 2 تو ذا ام ستيتس 2 تو ذا ام ايش ستيتس. فاذا بشكل عام a reduction in the number of states may or may not ممكن او لا انه ايش result in a reduction in the number of flip flops. مزبوط ولا اوكي زي ما حكينا قبل شوي. طبعا احنا بالكومبينيشن سيرت شو كنا نعمل هناك؟ كنا نعمل نستخدم ايش الكي ماب، كنا نستخدم ها الكي ماب مشان ايش او البنية الجبرة مشان نقلل ايش نعمل number of literals او number of gates وهكذا. هذا تكنيك ثاني هو طبعا خاص في السيكونشال سيركت. اوكي اذا بنكرر نقول انه ريدكشن النمبر اوف ستيتس مي اور مي نوت ريزلت ان ذا ريدكشن ان ذا نمبر اوف ايش اوف فليب فلوبس فقط. اوكي في الحاله هاي لما يكون انه قللناهم لباور اوف 2 بدل ما كان 2 تو ذا باور 3 مثلا صار 2 تو ذا باور 2، في الحاله نقلل نستخدم عدد اقل من الفليب فلوبس. طبعا بشكل عام انه ريديوسينج ذا نمبر اوف فليب فلوبس بقلل ايش الكوست، اذا التكلفه بتقل اذا قللنا عدد ايش الفليب فلوبس. اوكي طبعا راح ناخذ اكزامبل ونشوف كيف نعمل ايش ريدكشن. لاحظ هذا الاكزامبل الموجود عندنا بنحاول ايش نعمل له ريدكشن. فلاحظوا هنا الانبوت اوتبوت ريليشن ل المثال الموجود عندنا. شوف شو بصير معنا ان انبوت 0، لاحظ انبوت 0 اي ام ستيت اي بريزنت ستيت ايش عندي اي ان انبوت 0 لاحظ انبوت 0 اي 0 وين بودي لي بودين على ايش ها على نفس الستيت اي زيرو طبعا ودين على الستيت زيرو. لاحظ شو الاوتبوت كان الاوتبوت زيرو، الاوتبوت شو عندنا هنا زيرو. اوكي في عندي انبوت سيكونس هنا بدي اشوف انا ايش الريليشن ما بين انبوت والاوتبوت، نشوف الريليشن انبوت اوتبوت على ايش على هذا الانبوت سيكونس. باخذ اول شيء ايش الزيرو. اوكي زيرو ام ستيت انيشال ستيت طبعا ايه عندي ها انيشال ستيت ببدا من هنا ف زيرو ها بدي الاوتبوت يكون 0. لاحظ الاوتبوت 0 تمام. الان الانبوت 1 اوكي اذا لاحظ الاوتبوت 0. اوكي الان اوكي والانبوت 1 ها انبوت 1 لاحظ وين توديني على ستيت بي، توديني على وين ستيت بي. اذا لاحظ ال1 وين على ستيت بي هي ال1 والاوتبوت ايش؟ هي الاوتبوت 0. اذا الاوتبوت 0 والنكست ستيت ايش كانت؟ اوكي لاحظ بي. اذا على 0 نكست ستيت اي نفسها ظلت مش ظلت نفسها هي. اوكي والاوتبوت قلنا 0 اوتبوت 0 نكست ستيت اي. الان على الانبوت الثاني ال1 هذا ال1 اذا لاحظ هذا السيكونس نفسه هي موجود هنا 0 1 0 1 نفس هذا حطينا هنا عشان نشوف شو ايش العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت. اوكي فلما كان اخذنا الزيرو الان في عند ستيت بي ونبن زيرو ودينا على ستيت سي والاوتبوت ايش بده يكون؟ زيرو. اوكي الاوتبوت شو بده يكون؟ زيرو. ستيت 1 سوري ستيت سي الان اي من ستيت سي والانبوت شو الانبوت الجاي اللي بعده كان 1. اوكي اذا وين بوديني؟ على ستيت دي ودين على ستيت دي والاوتبوت ايش بده يكون؟ طبعا لاحظ بكون زيرو اوتبوت زيرو. اوكي الان بكمل نفس الشيء ستيت دي. اوكي شو الاوتبوت؟ ستيت نكست ستيت اي انبوت اي
شو الاوتبوت؟ شو الستيت الاف؟ اوكي ستيت لاحظ ستيت اف ها اون انبوت 1 وين بروح توديني؟ على نفسها والاوتبوت ايش؟ 1 لاحظ الاوتبوت 1 هي الاوتبوت 1 نفسه هذا نفس الاوتبوت 1 وهكذا. اذا مفرجين هون الكومبليت انبوت اوتبوت سيكونس فور ايش؟ هذا فور ذا اوريجينال كي ستيت دياجرام بيفور ايش؟ ريدكشن. الان من نروح ايش نعمل؟ ريدكشن. بنحاول نعمل ايش؟ ريدكشن. نشوف equivalent states. الان بدي احول انا هذا ستيت دياجرام لستيت تيبل مشان يفيدني اكثر. اوكي يعني المعلومه اللي في نفس المعلومه الموجوده هنا فقط يعني بقدر انا اطلع تطلع بكون اسهل مشان اقدر اعمل اختصارات. اوكي الحين طبعا ف راح نعمل نفس هذا الستيت تيبل للستيت دياجرام. اوكي الان بنعرف نعمل ديفينيشن. اوكي وي ديفاين نقول انه تو ستيتس ار سيت تو بي ايكوفالنت وهذا طبعا ثيوري اوف كومبيتيشن كنت اعطيه كنت انا اعطيه زمان لما كنت ادرسها. نقدر ايش؟ ايش؟ في اي سؤال؟ في سؤال شو بنقدر ايش؟ مش مش بلاش نقدر اوكي على السابق اوكي سي. نعم نقدرش قلنا لانه نقدر نعم الجواب ما بنقدر. اوكي state reduction. اوكي الان we define two states in to be said to be equivalent if for each member of the set of inputs لاحظ لكل input okay they give exactly the same output and the same okay لاحظ مش بس same output كمان same set of next states okay then we say two states are said to be equivalent if for each member of the set of inputs they give exactly the same output and also send the circuit either to the same state or to an equivalent state to the same state راح نشوفها كمان to the equivalent state راح نشوفها في المثال نفسه هذا كيف خلال الخطوات اللي راح نشوفها في عملية الريدكشن okay فاذا الالجوريثم بسيط جدا مكون من 2 3 ستيبس في وش شيء يقول لك اول شيء find اول خطوه اللي هي find the completely specified state table for the circuit هذا completely specified state table for the circuit that we want to ايش to reduce the number of state for it okay الان what we do when two states are equivalent شو بنساوي؟ ها حزروا شو بنعمل؟ نشيل واحدة ولا لا؟ منطق بنشيل واحدة شو بنساوي بعدين لما نشيل واحدة؟ بنعوض لأنه ممكن هاي الواحدة تكون مكررة مثلا على سبيل المثال افرض شلنا جي اوكي في هون عندنا جي شو بساوي؟ مو شلناها هاي بحط اللي ايش محل هاي بحط الايكوفيلنت تاعها شو بحط؟ الايكوفيلنت تاعها اوكي هاي اللي بنساوي هذا اللي بنعمل اوكي وهذا الحكي اللي راح نشوف كمان شوي اوكي اذا الخطوه اللي بعدها اذا وان تو ستيتس ار كيبلان شو قلنا ايش بنشيل واحده منهم وفي الحاله هاي لما نشيل الستيت اوكي فبن نكست ستيت كولون بنعوض محلها مثلا على سبيل المثال في وانا اشوف حشوفها كمان الخطوه التاليه مثلا الاي لاحظ والجي شو مالهم ها لاحظ الاي تعطيني ايش على الاكس 0 اي والجي تعطيني على الاكس 0 اي الاي تعطينا على الاكس 1 اف والجي تعطينا كمان ايش؟ تعطينا اف كمان نفس الشيء على الاكس 0 تعطينا اوتبوت 0 الاي والجي كمان تعطينا ايش؟ 0 وعلى الاكس 1 الاي تعطينا 1 و1 اذا شو نقول عنهم؟ طبعا نقول الاي والجي شو مالهم؟ ار ايكوفيلنت ار ايش؟ ايكوفيلنت اذا شو بنعمل هلا؟ بنشيل الجي اذا شلنا الجي هذا مكافاه هذيك
لان محل الجي هاي شو بنحطه انا؟ يلا احكي واحد يحكي لي شو بنحط؟ الاكويفلنت تاعت اللي هي ايش؟ اللي شو؟ الاي. هون بصير اي، لاحظ هذا بصير اي، وهذا ايش؟ هذا بيروح. وهذا الحكي وين؟ موجود. هون. شلنا الجي، حطينا محل الجي، شو حطينا محل الجي؟ قلنا ايش؟ حطينا اي. اوكي؟ الان نكرر نفس الشيء، في شو صار عندي هلا وانا؟ ها؟ لاحظ الدي بتعطيني اي واف وزيرو وان، والاف نفس الشيء بتعطيني اي واف وزيرو وان. اذا كمان هذول شو مالهم؟ متكافئات. اذا بنشيل ايش؟ بنشيل الاف وانا، وين في اف شو بنحط محلها؟ الاكويفلنت تاعتها، شو الاكويفلنت تاعت الاف؟ شو الاكويفلنت تاعتها؟ واحد يحكي دي. اذا عوضنا محل ايش بالدي، اذا لاحظ عوضنا الدي هنا وشلنا الاف، اذا في النهايه صار عندي ايش هنا؟ ستيتس دي اند اف ار اكويفلنت، شلناهم فصار عندي هذا. اذا نقصنا عدد الستيتس من سبعه لقد ايش؟ لخمسه. بس هل نقدر نقلل عدد الفليب فلوبس؟ ما بنقدر. لازمنا شو كم فليب فلوب لازمنا؟ نحتاج ثلاثه فلوبس لانه خمسه. لو نزلناهم لاربعه ستيتس نعم نقول ايش؟ وفرنا فليب فلوب. لان اربعه ستيتس 2 فليب فلوبس ها بيعطوني ستيت 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 ستيت. اذا لاحظ هنا بالنسبه للستيت ريدكشن. الان بدنا نشوف انه هل بدي اقارن انه الانبوت اوت والسيكونس على نفس السترنج اللي شفناه قبل شوي، انه لازم يعطيني طبعا نفس الانبوت اوت والسيكونس لانه يكون بيانات له، فقط انه مختلف ايش هنا؟ مختلف الستيت. مثلا الجي بدل الجي كنا عملنا ايه وبدل فصار الكوبلنت حطينا الكوبلنت تاعتهم بس. اوكي الان مشان نقول انه they are both two state لاحظ diagrams are equivalent، لان ناخذ state diagram ل simplified او بعد عملت reduction. اوكي على نفس الانبوت سيكونس، اوكي على انبوت 0 لاحظ انيشال ستيت طبعا ايه على انبوت 0 ها بيعطيني اوتبوت 0 بودين على ايش ايه لسه تبعوا نفسه حيطلع لنا ايش ستيت ايه على انبوت 1 لاحظ ال1 هاي بودين على ستيت بي على 1 بودين على ستيت بي والاوتبوت ايش 0 الاوتبوت 0 لاحظ هذا الاوتبوت وهذا ايش النكست ستيت على input 0 من state B input 0 ودينا على وين؟ على C والoutput 0. إذا لاحظ على input 0 ودينا على state C والoutput إيش؟ 0. طلع فقط شو لاحظ الانبوت أو sequence شو ماله؟ متساوي نفسه. فقط شو الاختلاف هنا؟ هلاحظ هنا C هون دي هون اي. الان هون في عندنا دي بدل الاف، ليش؟ لانه دي اكوفلنت ليش؟ للاف. اوكي دي بدل الاف، الاي كمان كانت اكوفلنت للجي بتتذكروا؟ اوكي الاي كانت اكوفلنت للجي، اذا كمان هون ايش حطينا؟ لاحظ الاي بدل ايش؟ بدل الجي. اوكي وهكذا اعطاني نفس الانبوت اوتبوت سيكونس. اوكي ذا سيم اوتبوت سيكونس ريزلتس اولدر ستيت سيكونس مالو از ديفرنت. طبعا حسب الزوم ضايل اقل من دقيقه اوكي راح يقطعنا هسه. اوكي في عندنا ستيت اساينمنت، طبعا ستيت اساينمنت خلينا نقول هاي اخر لانه هسه بوقف. اوكي اذا The process of assigning لاحظ code binary values to the states، وهذا طبعا مهم جدا مشان مثلا state A بعطيها اكثر من assignment. لاحظ في عندي انا خمس اشياء بدي اخذ ثلاثات. بتعرفوا الكومباينيشنز والبيرميوتيشنز مروا معكم بالرياضيات كم كومباينيشن بقدر اخذه؟ اخذ